ولمزيد من الحديث عن استغلال الكتل السياسية لملف الخدمات وإعادة تأهيل الشوارع الرديئة خلال المواسم الانتخابية واستمرار حوادث الطرق في العراق بسبب إهمال الحكومة لصيانتها، معنا عبر الهاتف من مالمو لبيد الصميدعي عضو التحالف الوطني المعارض. مرحبا بك معنا. أهلا وسهلا بك، حياك الله. السؤال يدور الآن، لماذا الآن بالتحديد تبدأ الكتل السياسية بإعادة تأهيل الطرق والشوارع؟ هل ثمة رسائل تريد أن توجهها للجمهور العراقي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الرسائل واضحة الموجهة إلى الجمهور العراقي في هذه المناسبة، باعتبار أننا نقترب من الانتخابات التي ستجرى في الشهر العاشر، والحملات المسعورة بدأت منذ الآن وهي خارجة، يعني يشكل خرقا للقانون، قانون الانتخابات. الحملة الانتخابية لها موعد يجب أن تبدأ خلال، أعتقد خلال 3 أشهر قبل تسبق الانتخابات أو شهرين، ويجب أن تكون هناك ضوابط. لكن الآن هذه الحملة المسعورة التي تستغل كما تفضلتم الملف الخدمي كدعاية انتخابية والمتاجرة بمعاناة الناس، خصوصا فيما يتعلق بالخدمات وتبييض الشوارع والكهرباء إلى آخره، هؤلاء الناخبون أو المرشحون يستغلون بساطة كثير من الناخبين ويحاولون أن يدغدغوا الوتر الحساس لمعاناة كثير من الفقراء وخصوصا الأحياء الفقيرة. هم يقومون بمشاريع وأصبحوا يمارسون عمل المقاولين في هذه الأحياء الفقيرة، والرسالة جدا واضحة أنه يريدون أن يكسبوا عطف الناس ويحصدوا أكبر عدد من أصوات الناخبين. نعم، لكن هذا يعني كما تلاحظ يتزامن مع فترة الانتخابات أو موسم الانتخابات، ويؤكد من ناحية أخرى عدم وجود خطط حكومية واضحة لإدارة البلاد والتنمية، وأن من يقوم بذلك هو بعض الأحزاب والميليشيات التي تستثمر هذه الأموال في الموسم الانتخابي. نعم، هناك حقيقة يجهلها للأسف كثير من العراقيين بسبب بساطتهم، بسبب عدم وجود وعي ديمقراطي ولآلية العملية الديمقراطية. بالحقيقة الناخب البرلمانيون أعضاء البرلمان كله هو مؤسسة تشريعية أو سلطة تشريعية تقوم بتشريع القوانين وتقوم بمراقبة السلطة التنفيذية. عملية تبليط الشوارع وإدارة الخدمات وتحسينها وهذه المسائل، هذه من مهام السلطة، من اختصاص السلطة التنفيذية ممثلة بالحكومة. لذلك العملية التي يقوم بها بعض النواب حاليا هي عملية مؤقتة وعملية طارئة، والأموال التي يستخدمها هؤلاء النواب إما هي قادمة من الخارج، يعني من دول خارجية تضخ هذه الأموال لأغراض في نفسها. نعم. أو من الأموال الفسادة التي حصلوا عليها بطريقة كسب غير شرعي، مستغلين نفوذهم. الحكومة يجب أن تتدخل في هذه المسألة، لأنه عمليات التبليط وعمليات هذه العمليات إصلاح الخدمات وتمديد مياه الصرف والآخري، هذه ليست من اختصاصهم. ثم هناك مسألة جدا مهمة يجب لفت الانتباه إليها، هذه العمليات التي يقوم بها النواب في بعض المناطق خصوصا الفقيرة من تبليط شوارع وبناء جسور صغيرة داخلية، هذه فيها خطورة كبيرة لأنها لا تتم وفق المواصفات الهندسية والفنية. نعم. وبالتالي هم يريدون أن يظهروا فقط، هي مسألة شكلية فقط من أجل كسب الانتخاب، وبعدين هي مسألة طارئة، وبعدين بعد ذلك يعني ممكن ليست إلى حوادث جدا مدمرة هائلة يعني مميتة، يعني عندما يتخندق تنشأ أخاديد وخنادق في شارع مبلط على بطريقه كيفيه كيف مكان او جسر ينهار، تخيل كم. السؤال لماذا يغيب دور الحكومه في هذه الاثناء عندما نتكلم يعني عن خطط يجب ان تكون متوفره، ونحن يعني الحديث عن بنيه تحتيه ليست عن مساله يعني من الرفاهيات المعروفة في البلدان، نحن نتكلم عن بنية تحتية، عن شوارع يجب أن تكون مصممة ومهندسة بالطريقة المناسبة حتى يتسنى للناس التنقل بسلامة. نعم، الحكومة لا تتدخل لسبب واضح، لأن هناك تشابك، هناك تداخل
بين السلطات، يعني النائب لديه نفوذ في الحكومة يعني، وبالإضافة إلى أن مسألة الحكومة فاسدة، يعني ما ممكن أن تقديم رشا لمجلس المحافظات أو للإدارة العامة المتخصصة في شؤون المقاولات وفي شؤون البناء والإسكان، ممكن أن تقديم رشا وتقديم هدايا إلى آخره وعطاءات لهذه. هناك تشابك بين الفاسدين، هناك جبهة قوية، جبهة رصينة بين الفاسدين، والفاسدون موجودين في كل السلطات، سواء السلطة الحكومية أو السلطة التشريعية وكذلك السلطة القضائية. نعم. هناك تداخل وهناك تحالف بين الفاسدين، لذلك عملية الرقابة وعملية العقوبات غائبة. أصلا المفوضية العليا للانتخابات يجب أن تتدخل من أجل ردع هذه المهزلة وإيقاف هذه المهزلة. ليش؟ لأنه من حقها أن تطبق قانون. من أين لك هذا؟ يعني حاليا كل حزب من الأحزاب المتنفذة أصبح يعطي المرشح، كل مرشح يعطي مليار دولار، عفوا مليار دينار، من أجل أن هذه المليار يستخدمها في إيش؟ في تحسين خدمات، في كما تفضل تقريركم، من أجل كسب أصوات لهذا الحزب. هذه عملية غير مشروعة، ولا يجوز للمفوض الانتخابي العليا للانتخابات أن تسكت عنه. طيب في النهاية يعني هناك كما واضح مواصلة للفساد الحكومي، وهذا الفساد نتكلم عن بنية تحتية متآكلة لا قيمة لها، وعن دولة هشة من مختلف النواحي. ماذا بعد؟ عفوا ماذا نعمل؟ السؤال كان ليس ماذا نعمل، ماذا بعد؟ ما الذي ينتظر العراق إذا كنا نتحدث عن بنية تحتية وعن دولة هشة سياسيا واقتصاديا وعن أحزاب وعن شخصيات تتنفذ بصورة أو بأخرى وتأخذ البلاد وكأنها يعني خاصة بها وليست ملكا للشعب العراقي؟ بعد ذلك أنا يعني المتوقع هو أن تقوم الثورة، أن تستمر الثورة، الانتفاضة ستستمر. أنا على يقين بأن الانتفاضة ستستمر، وستستمر بزخم أكبر بكثير من الزخم السابق منذ عام 2019 و2020. ليش؟ لأن الخيبة ستكون كبيرة. هناك كثير من الناشطين وكثير من الناس والشباب يترقبون، يعني سنؤجل الانتفاضة، سنؤجل الموجة الجديدة من الانتفاضة إلى حين ظهور نتائج الانتخابات. وعندما ستظهر نتائج الانتخابات وتتضح الصورة بأن النواب الجدد أو البرلمان أعاد إنتاج نفسه بنفسه، وهي عملية تدوير، بل جاء بما هو أسوأ وأفسد ما هو عليه في السابق، ستقوم ثورة حقيقية عارمة. ونتوقع أن يكون هناك عصيان مدني شامل في داخل العراق يؤدي إلى. شكرا لك عضو التحالف الوطني المعارض السيد لبيد السميدعي، كنت معنا عبر الخط الهاتفي من مالمو.